استشهد وأصيب عدد من المدنيين اليوم الثلاثاء جراء قصف جوي استهدف أحياء في مدينة حلب، وخاصة في حي الفردوس وكرم البيج. كما وأعلن الدفاع المدني في محافظة حلب الحرة استشهاد خمسة من عناصره وإصابة آخرين في مركزه بمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي في مجزرة ارتكبها الطيران الحربي منتصف الليل. رسالة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللقوى الكبرى اللي وقعت على المعاهدة جنيف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي نصت المادة 56 من المعاهدة التي نصت على عدم التعرض لأي فريق من فرق الدفاع المدني في أي قصف أو أي غارة أو شيء. وهي وضعنا نحن في الأتارب اليوم، تعرضنا لغارات ولصواريخ بعيدة المدى على أساس نحن إرهابيين، نحن دعاة سلام ولسنا إرهابيين. بس هذا الحكي بنحب نوجهه للأمم المتحدة وللقوى الكبرى والعراسية روسيا اللي وقعت على المعاهدة. هذا ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتب قناة حلب اليوم في حلب مصطفى العبدالله. يعني مصطفى، لو تحدثنا عن تطورات القصف على حلب وريفها وما هي نتائجه؟ غينا، استمرت الهجمة العنيفة التي يقوم بها الطيران الروسي والنظامي على مدينة حلب وعلى ريفها الغربي والشمالي لليوم الرابع على التوالي. ابتدأ هذا القصف اليوم ليلا، منتصف ليلة أمس كما ذكرت، هناك صاروخين أرض سقطا على مدينة الأتارب، مصدرهما معامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي. أيضا وقعت ستة غارات، قام الطيران الروسي بستة غارات جوية على مدينة الأتارب، استشهد خلالها خمسة عناصر من عناصر الدفاع المدني في مدينة الأتارب. واستعمل النظام في هذه الغارات القنابل العنقودية الشديدة للانفجار أتبعها. نعم معي. يعني مصطفى، ذكرت أن طيران استهدف مركز للدفاع المدني في الأتارب، يعني ما تفسير استهداف الطيران الحربي لهذا المركز؟ غينا، نحن نعلم بأن النظام لا يراعي عهدا ولا ذمة ولا يراعي معاهدة. معلوم للجميع أن استهداف سيارات الإسعاف ومراكز الدفاع المدني وكل من يقوم بإسعاف المصابين سواء في المعارك الحربية أو في الأماكن المدنية هو خرق اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والرابعة ولكل المواثيق والعهود الدولية. النظام يريد أن يقضي على البنية التحتية الطبية والصحية في المناطق المحررة وعلى منظومة الدفاع المدني حتى يضرب الحاضنة الشعبية للثورة، وحتى يستطيع في حال أراد أن يقتحم هذه الأماكن. سأتابع غينا معك. أيضا النظام استهدف بثلاث غارات أيضا صباح اليوم أطراف حيان واشتباكات عنيفة على جبهة الطامورة. لكن صباح اليوم على مدينة حلب قام الطيران الروسي بثلاثة موجات من الغارات المتوالية، حوالي 20 غارة إلى الآن، وما زال الطيران الحربي الروسي والنظامي في الأجواء. ابتدأ هذا القصف في قصف على مساكن الفردوس ووقع هناك خمسة شهداء مدنيين أبرياء، ثم استهدف المغاير واستهدف أيضا الكلاسة، استهدف طريق الباب وسيدة المهندس حسن عموري العامل في مجلس مدينة حلب المحلي. في جبل الحيدرية أيضا استهدف الجبل الحيدرية المدنيين واستشهد طفل وأصيب ثلاث أطفال وأمهم وأبيهم. أيضا استهدف الصالحين، وأيضا استهدف كرم البيت، وهناك أربعة شهداء من المدنيين البريئين سقطوا جراء القصف الروسي على منطقة كرم البيت. ثم استهدف باب النيرب والشعار والمواصلات وقصر وحلب القديمة في أغيور. أتبع ذلك أيضا قصف على المشاطية في حي حلب القديمة، ومن ثم أتبع ذلك الآن في الموجة الرابعة حاليا هو الآن قصف ياقت العدس وحيان وقبر الإنجليزي وطريق الكاستيلو وبابيض في الريف الشمالي والشمالي الغربي. نعم. إضافة إلى ذلك يقوم قناص دوار باب الحديد، القناص النظام التابع للنظام، باستهداف المدنيين والسيارات العابرة في دوار باب الحديد، وذلك من سكن تنانو ومن القلعة. نعم. طيب مصطفى، ما حقيقة الأنباء عن استهداف الغارات أيضا مقرات للنصرة في الأتارب؟ معلوم للجميع بأنه لا توجد مقرات لجبهة النصرة في مدينة الأتارب، لا يوجد أي مقر داخل مدينة الأتارب
في النصرة. هذا الكلام عاري عن الصحة. هل قام الطيران الروسي والنظامي باستهداف 20 مقر اليوم لجبهة النصرة في حلب؟ هل قام أيضا بقصف البارحة بأكثر من 15 غارة جوية لمقرات النصرة؟ كل هذا القصف ولم تنتهي مقرات النصرة؟ الحملة التي تتوالى واليوم في يومها الرابع، ألم تنتهي مقرات النصرة من مدينة حلب وريفها؟ هذا الكلام على عن الصحة. هناك استهداف للمدنيين الأبرياء، الأبرياء أؤكد الأبرياء، الغاية منها تدمير الحاضنة الشعبية، تهجير الناس، تفريغ الأماكن المدنية من سكانها، ومن ثم محاولة الدخول إلى هذه الأماكن. ولكن هيهات هيهات، الناس تعودت على هذا النوع من الهجوم، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الطيران الروسي والنظام بذلك. الناس صامدون بإذن الله. نعم، شكرا لك مصطفى عبد الله، مدير مكتب حلب اليوم في حلب. ونبقى في حلب، حيث استشهد أكثر من 10 مدنيين أمس الاثنين عقب سقوط قذائف مجهولة المصدر في أحياء الفرقان والإذاعة وسيف الدولة والسليمانية وجمعية الزهراء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب، في حين لحقت أضرار مادية في مناطق باب الفرج والعبارة والأشرفية وساحة سعد الله الجابري جراء سقوط قذائف فيها، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا في تلك الأحياء.